استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة، حيث رفعوا إلى سموه التهاني بمناسبة زواج الشيخ مبارك بن محمد بن دعيج الخليفة على كريمة الشيخ راشد بن خليفة الخليفة، حيث أعرب الجميع عن تمنياتهم للزوجين بحياة زوجية سعيدة.